يا ربي يا ربي فمك سيدي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. واليوم الجمعة سي محمد مسكين عنده 9 سنين طالع في 10. يدير لك شي تاويل ديال الخير على يدير لك شي تاويل ديال الخير معنا هاد الام اللي مسكينه في واحد الحاله هيستيريه على الوليد ديالها سي محمد. سي محمد اللي عنده 9 سنين ودابا طالع في 10 سنوات يعني حاول اختفى من نهار 24 في شهر 5 بواحد الدوار ولد بوشعيب بحكم العصر اللي كتاكل من الزوج ديالها والتعنيف كيحاول انه يتكرفص عليها بزاف. راجلها اللي مستقره معاه بالمذاكره حاولت مسكينه انها صبرات تعيات ولكن برغم داك العنف اللي كانت كتعرض ليه والعصا اللي كانت كتاخذ من طرف الزوج ديالها جات هي الولد ملي شاف داكشي مسكين حاول انه اختفى ودابا يعني ما عارفاش مسكين الولد فين كاين. تفضلي يا لالا تفضلي. عارف ولدي فين كاين؟ كان حاج ولا ميت بغيت تشوفو فين كاين؟ لا كان عاد شي واحد كيعرف هاد الدبره. الله يرحم لك والدي شادو شاد هاد الدري. الله يرحم لك الوالدين اللي عيط فيها الدبره على يعني الصوره. الله يرحم لك الوالدين. لا عاودي لنا عاودي لنا يعني كيفاش كانت علاقتك مع الراجل ديالك مع الزوج؟ انا خويا ديما حار الراجل الله يشفاه. نعم ديما حار الراجل الله يشفاه. ديما حار الراجل ديما خلاص نمشي غدوة لدارنا وكيتبع لي يردني كيدخلوا الناس وكيردني وكنقول اصلا من هنا من السطاس وكيجي من المدار كيجي من الناس كيدخلوا كنرجع كيدخلوا كنقول علاش جبتي هاد الوليدات؟ شنو هادي الوليدات؟ عندي ثلاثه والرابع ما جيت. ثلاثه الوليدات؟ اه ودابا خليته بغا يقرا معاه ما بغاش نجيبو قلت زعما بغيت تخرج على دراسته. كيفاش كيقرا شنو المستوى؟ في الرابع في الرابع في الرابع مسكين كل عام كينجح كيقرا مزيان. نعم كيقرا واللي كيعرفو واللي شادو عدو. الله يرحم لكم الوالدين. انا من نهار تخفى ولدي تخفى ولدي وانا خلاه وانا ما خدت نعس ما نشوفه البات لبكي ومدار لبكي الماكله حاره عليا ما كنعس ما كنشوفه. الله يرحم لكم الوالدين. الله يرحم لكم الوالدين اللي شاد ليا. دابا من 24 شهر 5 شهر 5 ما حاول ما ديكلاريت بما خليتي مشيت واحد ما عطاني اخبار. توجهتي بشي كاي الدارك ديال مشيت الدري راه ما كاينش يعني الا رجعتي انت على باش الدري غادي يبان. هذاك الشيء فاش كنفكر انا قال لك نرجعوا نجمعوا الشمل والدري غادي يبان قد ما غبر الدري غادي يبان وانا بغيت نعرف ولدي واش ميت ولا حي. عاد غادي ملي حاولتي انه تواصلتي مع الاب ديالو يعني ما 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 ذكر لك حتى شي حاجه. كاع الناس اللي كيضحك طول جاك كلشي من جهته هو كيقولوا يا رجعي ما ربانا نجمعوا الشمله ما ربانا الدري غيسمعك رجعتي وغادي يبان. ولكن انا ما بقاش نعطيه الراس ما بقاش باغي نرجع. الصوره ديال سي محمد هذه هي الصوره ديال الوليد سي محمد اللي عنده 9 سنين اللي حاول انه تعرف محمد اللي حاول انه تعرف على سي محمد عنده 9 سنين اختفى من 24 في شهر 5 2023. الام ديالو يعني مسكينه راه في واحد الحاله راه ما كتاكل ما كتشرب كتوجه النداء ديالها اللي شاف سي محمد ولا تعرف عليه انه يحاول يتصل بالرقم الهاتفي اللي الموضوع اللي هو 07 06 54 92 50 07 06 54 92 50. تفضلي يا لالا شنو النداء ديالك اللي كتوجهيه لالا يعني في الوليده شنو باش كت انا كنتمنى ولدي كنتمنى نشوفو حي امي قلت لها بغيت نشوف ولدي ولي شادو عدو انا مزيان وقف يمرا ولدي باقي صغير ما عرفتش واقع لي انا بغيت نعرف ولدي فين كاين في المكان في الخير ديالي تجيب انا دابا الراجل مابقاش غادي نرجع عندهم انا غادي نجيب ولدي نطلب عليهم ونعيشهم بحكم انا هو الراجل كرفس عليا بزاف وصافي مابقاش غادي نصبر دابا غادي نجيب ولادي نطلب ونعيشهم مابقاش غادي نرجع تماك يبان لك ولدي يبان لك ولدي راه دابا كطالبي غير بالابن ديالك انه هذاك الشيء اللي طالبه طالبه نشوف ولدي عارف ولدي بدا في الكاين وصافي كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في المباشر. هذه هي الصوره ديال السي محمد. السي محمد اللي عنده 9 سنين اللي اختفى وليد يعني عنده 9 سنين ودابا طالع في العشره
من خمسة من 24 في شهر 5 2023 وهو مختفي بسبب واحد النزاع، بسبب يعني العنف اللي كانت كتعرض ليه الام ديالو من طرف الاب من طرف الزوج ديالها. يعني مسكينه حاولت انها جات، وملي جات يعني الدري ما عرفاتوش فين مشى، كتوجه النداء ديالها اللي تعرف على السي محمد او تعرف على الصوره ديالو انه يحاول يتصل بها على الرقم الهاتفي اللي هو موضوع 07 06 54 92 50. شنو الوقت اللي مشى فيها لالا؟ يعني الوقت اللي ما رجعش قريق عطاوني الخبر نهار قال لك قرا نهار لا اربعه قرا لا اربعه وثلاث ما مشاش للمدرسه. يعني قرا الثلاث ولا اربعه ما مشاش للمدرسه؟ لا ما مشاش للمدرسه. كانت اخر حصه عنده يعني قرا في الصباح ولا في العشيه؟ كان عنده ثلاث يقرا في 8 8 ولا اربعه كيقرا في 12 ولا اربعه في 12 والخميس اللي في 12 نعم. الجمعه مع 8 والسبت مع 8 نعم. ومن تما كاين يعني من تما اللي سولنا الاستاذ ديالو عيطنا الاستاذ ديالو سولناه قال لنا الطير الدري راه اختفى 14 يوم دابا ما كنبقاش في المدرسه. هذا اللي حكيت لنا الخبر ما عرفتوش ليا هو معك تلقى بنت خالتي في ولاد زيان هي اللي علمتني قالت لي راه كاين وهكاين. ملي مشيت اشنو قالت لك؟ قالت لي راه ولدك راه اختفى انا ما عرفوه فين مشى. الغد انا مشيت انا وخويا وولد عمي نعم مشينا ديريكت ذاك الكار عند الجدارميه عند دارك ديال ديك راه رينا بيه قال لنا نهار اختفى قال مشينا قال لي سير تسول الدري واش كاين ولا ما كاينش. مشيت عند جداه مشيت للمذاكرة عند جداه نعم ستا كتزقيك بحال الحالات هي كتزقي وكتغوت يعني حتى هي من جهه الدري علامات الموت الدري كيزقيو عليه بحال ميت. انا شي من تماك وانا محروق على ولدي انا كزقى لي كيزقيو على ولدي قلت لي مالا ولدي ما بغيتش نشوفو ميت يعني ما عرفاش قالت لي ما عرفاش واقع لي عدوستي كتزقي مو قبل قالت مشي لعند جدارمي قالت لي قال لي ولد عمي راه ما صلناش راه جداه راه كتزقي راه الدري ما كاينش قبل قالت سنه تجي ذاك جي كيقولوا لي لا جودي ملي جا دار ما حضر صافي عم سامعوا ليا كلشي عاودت لهم كلشي داكشي اللي واقع عاودت لهم بحكم انه راجل صافي كاجاك الشيء كلشي عاودت للجدارميه عاودت لهم كلشي داكشي اللي واقع قال لي صافي سيري كوني هنا حنا غادي نلوحوا تصاور في الفيس نعم حنا غنديروا خدمتنا وصافي. واش هذا الراجل انه كيتعاطى المخدرات ولا كيكمل كيف؟ كيكمل كيف؟ كيضرب الكيف؟ كيكمل كيف؟ ودابا ملي كيتقطع كيبدا يضرب فوق ملي كيكمل كيف ما كيضربش ملي ما يكميه كيضرب وملي كيكميه كيرتاح. دابا ملي كيكمل كيف ما كيضرب كيرتاح ملي ما كيكميش وملي ما كيك كيتقطع كيتقطع والدري مسك اللي كيقرا كيحفظ والدري باقي صغير وكياكل العصا فوق طاقه جهده كيضربك انت وضرب الدري كيضرب هو كيضرب الدري كلشي كيضرب الدري كلشي كيضربنا ملي دات عندك ثلاثه ثلاثه دابا كلشي كيضرب البنيه اللي راه شحال عندها من عام كبيره شحال كبيره عندها 6 سنين طالعه في 6 في هذا شهر 10 غتكمل 6 والبنيه الصغيره طالعه في هذا شهر 7 نهار 27 في شهر 7 غتكمل 4 سنين. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب معنا هذه هي الصوره هذه هي الصوره متابعينا ومشاهدينا الاوفياء قناه شوف تيفي من خلال المباشر. هذه الصوره ديال السي محمد كيف ما كتشوفوا يعني الصوره ديال السي محمد وليد مسكين عنده 9 سنين طالع في 10 سنين يعني عنده 9 سنين وطالع في 10 سنين اختفى في ظروف غامضه والام ديالو يعني في واحد الحاله مسكينه ما عرفاته واش حي. كنتمناو كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه الله يدير لك شي تاويل ديال الخير وانه جبريل السي محمد. واش هادو هما الحويجات اللي خرج بيهم ما عرفتيش الحويجات حيت انت معاك انت غضبانه خارجه من الدار. لا حول ولا قوه الا بالله. هذه هي الصوره الصوره ديال السي محمد اللي هو ضحيه ديال يعني ضحيه ديال واحد العلاقه زوجيه ما بين الاب والام. هذه العلاقه اللي الاب انه بحكم الادمان على المخدرات انه ملي كيتقطع كيبدا بالعصا على المرض ديالو والوليد وليداتو كاملين اللي مساكن هما دابا في واحد يعني في واحد الخوف وفي واحد الخلايا والسلاحه. اللي تعرف على الصوره ديال السي محمد هذه هي الصوره ديال السي محمد عنده 9 سنين اختفى من 24/5/2023 بدوار ولاد بشعيب ياك المذاكره
مذاكره دوار ولاد بوشعيب المذاكره ولاد زيان مسكين يعني كيف ما كتشوفوا هذه الصوره ديال السي محمد هذا الوليد اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه الله يدير شي تاويل ديال الخير للام ديالو اللي ما صابراش هذه مده من 24/5 وهي ما كتاكل ما كتشرب فواحد الحاله نفسيه يعني كطالب بالمعرفه ديال المصير ديال الولد السي محمد يعني واللي عنده هذا الولد يحاول انه يتصل بالام ديالو على هذا الرقم الهاتفي اللي هو 0706459050 لان الام ديالو راه مسكينه في واحد الحاله يرسلها والله سبحانه وتعالى يعني ما كيضيعش اجر شي انسان دار واحد العمل ديال الخير. سي محمد كيف ما كتشوفوا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر من سطات الام كتنحدر من سطات الاب من المذاكره ولاد زيان سي محمد اختفى بدوار ولاد بشعيب بالمذاكره من نهار 24/5/2023 ولحد الان ما بانش الاثار ديالو. شنو النداء ديالك لاله اللي كتوجهي عبر هذه القناه شوف تيفي؟ انا خويا غلطت شحال رفلتي بشحال ديال ميت انا بغيت نطلب هاد الناس اللي ما لي ولدي واللي كيشوفوه واللي يعرفوا لي شي حاجه يتصلوا بهذا الرقم الله يرحم لي الوالدين انا مزوقه فيه الله يدير لك شي تاويل ديالك امين اخويا. مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء على المباشر من سطات صرخه ديال هاد الام اللي الوليد ديالها السي محمد اللي عنده 9 سنوات اختفى في ظروف غامضه من نهار 24/5/2023 بدوار ولاد بشعيب المذاكره ولاد زيان اقليم برشيد. الام يعني بسبب العنف الزوجي اللي كتعرض ليه من طرف الزوج ديالها حاول انها جات غضبات هنا لعند والديها بسطات الدري تاثر وحاول اختفى. دابا كطالب بغات تعرف غير ولدها واش حي ولا ميت وبغات الناس اللي عنده شي حد ولا تعرف على الصوره ديال السي محمد انه يتصل بالوالده على الرقم الهاتفي. هذه هي الصوره ديال السي محمد وليد عنده 9 سنين كيف ما كتشوفوا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تيفي. هذه الصوره ديال السي